السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أثناء إنتاجنا إلى بعض الفيديوهات نرغب أحيانا في أن لا تظهر بعض المعلومات الشخصية أو بعض الوجوه أثناء هذه الفيديوهات. إذا هناك ما يستعمل برامج عدة للمونتاج، لكن يكفينا أن نستخدم اليوتيوب. يعني بعد تنزيل فيديو على اليوتيوب نذهب إلى إلى المونتاج ونقوم بإعداد هاته الخاصية التي تمكننا من عدم إظهار مجموعة من المعلومات الشخصية أو بعض الوجوه أثناء الفيديو. يعني كما قلنا أنه مثلا أثناء شرحنا لبعض الدروس نحتاج إلى أن نكتب مثلا البريد الإلكتروني الخاص بنا، فلا نريد أن يظهر ذلك البريد. يمكن أن أقوم بوضع ضبابة على هذه المعلومات الشخصية. إذن فالطريقة فهي سهلة جدا، فكما تلاحظون عندي مثلا هذا الفيديو، سوف أذهب سوف أختار فيديو مثلا، سوف أختار مثلا هذا الفيديو، أريد مثلا أن أقوم بوضع ضبابة على الوجه. إذن فأذهب إلى مونتاج، فأتي إلى هنا فلوتي، يعني فلو يعني صورة غير واضحة أو مضببة. عندي خاصيتين، فلوتي لفيزاج يعني جميع الوجوه التي في الفيديو سوف يتم وضع ضبابة عليها، كما في هذا المثال، كما تلاحظون في هذا المثال، في هذا المثال عندي مجموعة من الوجوه، سوف أضغط على فلوتي ثم تظهر الوجوه التي سوف توضع ضبابة عليها. يعني سوف تلاحظون سوف أضع ضبابة مثلا على هذه الشخصية، كما تلاحظون الضبابة على تلك الشخصية. والطريقة الثانية وهي فلوتاج بيرسوناليزي، يعني أنا الذي سوف يحدد المكان الذي سوف تكون الضبابة عليه. سوف أضع مضيف فيه، سوف تلاحظون. إذا مثلا لا أريد أن يظهر هذا الاسم، الأستاذ كبير المراني، لا أريد أن يظهر هذا الاسم، فأضغط هنا كما تلاحظون فلن يظهر الاسم. هنا عندي في الأسفل المدة، يعني كم المدة التي لن يظهر تظهر فيها هذه المعلومة، هل طول أو طيلة الفيديو، فأمدد هنا أمدد الضبابة، أو إلى مدة بسيطة فقط، يعني مدة بسيطة وسوف أنتقل إلى صورة أخرى فلن أضطر إلى وضع ضبابة هنا. أو مثلا عندي الوجه، إذا نفس الطريقة سوف أقوم بتكبير الضبابة على الوجه فلن يظهر الوجه. إذا سوف نلاحظ ذلك، هل نفس المدة أم مدة قصيرة فقط. سوف أضغط OK. إذا سوف نلاحظ هنا، إذا كما لاحظتم أن الاسم فهو مضبب والوجه أيضا، الوجه سوف يبقى فترة قصيرة وسوف تسحب هذه الضبابة، أما الاسم والنسب فإني وضعتها لطيلة الفيديو. أو العكس، وضعت الضبابة على الوجه طيلة الفيديو والاسم والنسب في مدة قصيرة فقط. إذن أعيد فالطريقة فهي سهلة جدا، يعني أذهب إلى مونتاج ثم فلوتي ثم أختار الموقع الذي سوف أريد أن أضع عليه الضبابة، ثم أحدد المدة الزمنية، هل طيلة الفيديو أم لمدة قصيرة فقط. ويمكن أن أضع أكثر من ضبابة كما تلاحظون، سوف أضع فلوتاج بيرسوناليزي، يمكن أن أضع أكثر من ضبابة مثلا، واحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، ثم أحدد المدة الزمنية لكل ضبابة، هل طيلة الفيديو أم لفترة قصيرة فقط. وشكرا جزيلا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.